يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ولدي يبلغ من العمر 18 عاما وهو يتهاون في الصلاة، وأحيانا ينام عن 3 أوقات الظهر والعصر والمغرب، في هذا الأسبوع قد نام عن صلاة الجمعة كل ذلك، وأنا أحاول إيقاظه حتى تفوتني تكبيرة الإحرام. سؤاله: هل أخرجه من البيت مع العلم أنه لا يستطيع الاستغناء عني، وبماذا تنصحونني وفقكم الله؟ أولا هذا قد يكون ناشئا من سوء التربية، فأنت لم تربه وهو صغير، ولم تعوده على صلاة الجماعة والجمعة، لم تربه على ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 وجبوهم عليها 10، فأنت لم تربه، فلما كبر لا تستطيع أن تتغلب عليه، فالواجب على الوالد أن يتعاهد ولده من الصغر، من سن التمييز يبدأ معه ويعوده على الصلاة وحضور الجماعة حتى يتعود هذا. أما أنك تتركه يسرح ويمرح ثم إذا بلغ تريد أن ترده إلى الصواب ما تستطيع. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب، فبادر ولدك من الصغر. ثانيا، أما إخراجه من البيت إذا كان يستغني، إذا أخرجته يستغني فاخرجه، يجب عليك إخراجه بعد اليأس من توبته، خله يذهب يدبر حاله أو يهلك كيفه. أما إذا كان ما يستغني فأنت مكلف بالإنفاق عليه وبمجاهدته والصبر عليه حتى يهديه الله. نعم.